أهلا بكم من جديد. دخل الرئيس التركي عبد الله جول على خط فضيحة الفساد التي تعصف بحكومة رجب طيب أردوغان، وقال إنه سيلتقي المعارضة الغاضبة إزاء مشروع إصلاح القضاء. المشروع أعلنه أردوغان بعد قضية الفساد التي تهدد حكومته والتي تحاول السيطرة على مؤسسة القضاء ومؤسسات أخرى في الدولة التركية. التوتر سيد الموقف بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والقضاء والشرطة التركيين في ظل أزمة الفساد التي عصفت بحكومته ووصلت إلى عقر داره مهددة مستقبله السياسي. وفي محاولة منه لاحتواء الموقف المتأزم والمتصاعد في وجهه، يحاول أردوغان تحجيم نفوذ القضاء والشرطة من خلال مشروع قانون ينظم عمل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين ويعطي صلاحيات للحكومة بتعيين القضاة وممثلي الادعاء. فأردوغان يعتبر أن الداعية الإسلامي فتح الله جولن الذي يتهمه بالوقوف وراء الملاحقات القضائية يملك نفوذا قويا داخلهما. ورغم معارضة نقابة المحامين والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين لمشروع القانون باعتباره غير دستوري ويعزز رقابة الحكومة على القضاء، اعتمدت لجنة العدل في البرلمان التركي 10 مواد من المشروع، ونقلت المواد المقبولة صلاحية تعيين القضاة والنواب العامين في ممثليات الدولة الخارجية والبعثات الموجودة في البلاد الأجنبية إلى وزارة العدل، مشترطة موافقة المجلس الأعلى للقضاة والنواب العامين. وفي ظل أنباء عن الشعور بعدم الرضا من تصرفات أردوغان لدى عدد كبير من أعضاء حزبه، دعا الرئيس عبد الله جول قادة المعارضة إلى لقائه لبحث مشروع قانون الإصلاح القضائي. مبادرة جول تأتي في وقت يتزايد فيه الحديث عن التباعد بينه وبين أردوغان. حسين الطود، العربية. والمزيد معنا من بروكسل عبر سكايب سينان أولغن، الباحث في معهد سينان أولغن، رئيس معهد اسطنبول للدراسات السياسية والاقتصادية والباحث في معهد كارنيجي. أهلا بك سيد سينان. بداية، تصريحات جول وصفت منذ بداية الأزمة بأنها تصريحات كانت خجولة إذا ما صح التعبير. الآن لقاءاته مع المعارضة لصالح من تصب؟ إن البلاد كانت تنتظر من الرئيس أن يتحرك في هذا الاتجاه من خلال هذه المبادرة، ولكن هذه مبادرة مهمة لأن هناك الكثير من الجدل الدائر في تركيا حول حزب أردوغان، حزب العدالة والتنمية، خاصة فيما يتعلق بإصلاح القضاء وكذلك فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والمدعين. الحكومة تحاول أن تراقب القضاء وترى أن هذه الخطوة أو ضرورية بسبب سيطرة الداعية الإسلامي جولن على هذه المؤسسات، وهو الحكومة ترى أيضا أن فتح الله جولن وراء هذه الملاحقات والاعتقالات. وربما أن القضاء فعلا هو خاضع لسيطرة جولن، ولكن الطريقة التي تتحرك بها الحكومة في الوقت الراهن هي خاطئة، حيث أن ما تقوم به الحكومة يقوض القضاء وهو جزء أساسي للديمقراطية التركية. لذلك أثار الأمر الكثير من الجدل في تركيا، وهذا هو السبب الذي جعل الرئيس جول يتحرك لمحاولة الالتقاء بزعماء الأحزاب المعارضة للوصول إلى حل يضمن استقلالية القضاء في تركيا، وفي ظل المناقشات التي تجري في البرلمان التركي والتي لا تعزز استقلالية القضاء في الوقت الراهن. طيب، ولكن سيد سنان، عندما نتحدث عن تحركات جول، هل يمكن له بحال مال أكثر إلى المعارضة أن يرفض مشروع القرار أم لا؟ وبالمقابل، كيف تقيم العلاقة ما بين الرجلين جول وأردوغان، أصدقاء أعداء أم ماذا؟
بداية، بحسب الدستور التركي فإن الرئيس يمكن أن يرفض أي مشروع قانون، ولكن لا يتم ذلك إلا مرة واحدة. فإذا رفض هذا المشروع وإذا ما تم تبنيه في البرلمان وأرسل مشروع القانون مرة أخرى إلى الرئيس فعليه أن يوقع. لا يمكن للرئيس رئيس الجمهورية التركية أن يرفض مشروع القانون للمرة الثانية. ورفض مشروع القانون في المرة الأولى يبعث برسالة قوية للحكومة وللبلاد، وهذا له صلة وثيقة بالخلاف المتزايد بين الرئيس جول ورئيس الوزراء أردوغان، لا سيما بعد عام 2011 عندما فاز أردوغان بالانتخابات، زاد الخلاف وتباعد بين الرجلين. طيب، من بروكسل عبر سكايب سنان أولغن، الباحث في معهد سنان أولغن والباحث في معهد اسطنبول للدراسات السياسية والاقتصادية، شكرا جزيلا لك.